ينضم إلينا الآن من غزة مراسلنا محمد المشراوي، وأيضا ينضم إلينا مراسلنا فراس لطفي من باب العمود في القدس، ومن سيدروت بمحيط قطاع غزة ينضم إلينا مراسلنا نضال كنعنة. أهلا بكم جميعا. دعني أبدأ معك محمد، نتابع معك آخر التطورات، كيف يبدو المشهد الآن في غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية؟ الآن هدأت وتيرة الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي في الساعات الأخيرة، لكن بعد ليلة كبيرة من العنف والغارات القوية التي ضربت مدينة غزة تحديدا وشمال القطاع عبر مئات الغارات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع، وكذلك تزامنا كان معها قصف مدفعي بمئات القذائف. تسبب هذا القصف العنيف إلى إجبار عدد من العائلات الفلسطينية والأسر إلى مغادرة منازلها والنزوح باتجاه مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، إما في شمال القطاع أو حتى هنا في مدينة غزة. تتواجد مئات العائلات التي اضطرت لترك منازلها تحت وطأة القصف العنيف، وخلال عمليات مغادرة الفلسطينيين لبيوتهم أصيب عدد منهم حوالي 50 جريحا نقلوا إلى المستشفيات بعد تعرضهم لشظايا القذائف المدفعية الإسرائيلية وشظايا الصواريخ التي أصابتهم خلال عملية نزوحهم. هذا المشهد يتكرر للمرة الثانية حيث شهدناه في حرب غزة 2014، حينما عمد الجيش الإسرائيلي إلى طرد العائلات الفلسطينية وإجبارها على الاحتماء بمدارس تابعة لوكالة الأونروا. أيضا على الصعيد الإنساني، هنا أعداد الجرحى ارتفعت بشكل كبير وصولا إلى حوالي 830 جريحا، بعضهم في حالة الخطر وسط منظومة صحية متهالكة ومتداعية، نقص في المعدات الطبية. المنظمة الدولية للصليب الأحمر بالأمس حذرت وقالت لسكاي نيوز عربية بأن المنظومة الصحية في القطاع على وشك الانهيار، بهذا الوصف التعبيري عن حالة وواقع المستشفيات في قطاع غزة. أيضا على هذا الصعيد تستعد الطواقم الطبية في هذه اللحظات لتجهيز عدد من الجرحى لنقلهم للعلاج في مستشفيات المصرية في سيناء، ونقلهم عبر معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر، بعدما أعلنت المستشفيات المصرية استعدادها لاستقبال هؤلاء الجرحى الفلسطينيين من ذوي الحالات الخطرة. أيضا كذلك محطة توليد الكهرباء في القطاع تعاني عجزا كبيرا بسبب أمرين: الأول استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد الذي يشتري منه الفلسطينيون الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطة، وعمليات إغلاق هذا المعبر لفترات طويلة أدت إلى شح كبير في الوقود اللازم لتشغيل المحطة، وهناك عجز كبير في إمدادات الطاقة داخل القطاع. الأمر الثاني هو أن الغارات الإسرائيلية أصابت عددا من محولات الطاقة، مما أدى إلى تدمير كبير في البنية التحتية وشبكات الكهرباء. كثير من أحياء القطاع لا تصلها الكهرباء إلا لساعات قليلة جدا، وإن استمر الوضع على حاله يقول المسؤولون في شركة الطاقة فإن القطاع سيكون في ظلام كامل ومنقطع عن الطاقة بشكل كامل مع نهاية الأسبوع. ودعني أيضا هنا أشير إلى في متابعة لآخر التطورات، أيضا أفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني قرب نقطة عسكرية قريبة من مستوطنة عفرة شرق رام الله. أعود مجددا إلى شبكة مراسلين وتحديدا إلى مراسلنا فراس لطفي من باب العمود في القدس. فراس، ماذا عن آخر التطورات لديك، خاصة بأنه يبدو أن التوتر كان عنوان الليلة الماضية؟ نعم، كلما اشتدت الجبهة حقيقة على حدود قطاع غزة كلما اشتدت حدة التوتر هنا. نحن نتحدث عن 160 طائرة شاركت في استهداف 150 هدفا في قطاع غزة، وأطلقت 450 صاروخا. استفاق الناس على صور الأطفال الضحايا وصور المشردين والدمار الكبير الذي لحق بالمنازل هناك. حالة من الغضب تتشكل هنا في مدينة القدس وفي المدن والبلدات العربية التي شهدت ليلة حامية وفيها الكثير من الاشتباكات والمواجهات، تحديدا في مدينة اللد وفي عكا وفي حيفا ويافا، حيث شنت الشرطة الإسرائيلية هناك حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 100 فلسطيني.
وسط حالة من التخوف من أن تمتد هذه المواجهات لتصل إلى مستويات أكبر وأعلى يصعب التعامل معها كاستخدام السلاح الناري. وبالتالي الآن الشرطة الإسرائيلية مطالبة كما يقولون من المستوى السياسي في إسرائيل باستخدام لربما شدة أكثر في التعامل مع هذه المواجهات. هذا الأمر يقلق الجانب الإسرائيلي بشكل كبير، أكثر ما يقلقهم من الصواريخ بعد أن قالوا بأن 70 عاما من وجودنا في هذه البلدات لم يعني تؤثر على الوعي الوطني الفلسطيني، وبالتالي هم في صدمة حقيقة مما يجري. ليلة أمس أيضا داليا حقيقة كان هناك اشتباكات ومحاولات من المستوطنين للهجوم على حي الشيخ جراح، هذا الحي الذي أشعل فتيل الصراع والمواجهة التي وصلت وامتدت إلى حدود قطاع غزة والحرب التي تدور هناك. هذا الحي حتى الآن لا يزال يتهدده الاستيطان وسط محاولات متكررة من المستوطنين للهجوم عليه. لكن دعينا فقط هنا ننوه إلى أن الصحافة العبرية تتناول موضوع ما يجري في قطاع غزة والداخل الفلسطيني على حد سواء، بعد أن أعلن نتنياهو أنه يواجه جبهتين، جبهة خارجية يقصد هنا قطاع غزة، وداخلية ويقصد بها التظاهرات والمواجهات التي تحتد يوما بعد يوم في المدن والبلدات العربية على طول الحدود البحرية إذا صح التعبير، ومن أقصى شمال إسرائيل إلى أقصى جنوبها. ولكن أيضا بالمقابل يتناولون الأمر بحسابات سياسية، إذا ما كان هناك حسابات سياسية لبنيامين نتنياهو من وراء ما يقوم به من إشعال حرب في قطاع غزة وفتنة في داخل المدن الفلسطينية داخل إسرائيل، فإنه قد حصل عليها يوم أمس بإعلان بنت بأنه توقف عن استبداله وأنه سيعود إلى حضن اليمين الإسرائيلي. دعنا ننتقل الآن فراس إلى مراسلنا نضال كناعنة، ينضم إلينا من سديروت بمحيط قطاع غزة ليطلعنا نضال، تطلعنا على آخر التطورات، كيف يبدو المشهد لديك خاصة في ظل أنباء عن حشد الجانب الإسرائيلي لقواته على طول الحدود واستدعاء جنود من الاحتياط؟ نعم داليا، يعني يمكننا القول أنه بعد سنوات من تغطية المواجهات هنا على حدود قطاع غزة لم يكن أي شيء في هذه السنوات يشبه ما حدث ليلة أمس. 160 طائرة حربية إسرائيلية من 6 قواعد جوية إسرائيلية تتواجد في نفس الوقت فوق شمال قطاع غزة وتخصف في نفس الوقت، إضافة إلى عشرات بطاريات المدفعية والدبابات والصواريخ الموجهة. ليلة أمس كانت ليلة غريبة بامتياز، القذائف لم تتوقف كل الوقت من ساعات المساء حتى ساعات الصباح. الجيش الإسرائيلي يقول بأن هذه الغارات استهدفت ما يسمى في إسرائيل بمترو حماس، وهي شبكة الأنفاق تحت الأرض التي يستخدمها التنظيم في قتاله ضد إسرائيل، وهي شبكة متشعبة من الأنفاق. هذه الشبكة التي تم استهدافها بالأمس هي في شمال قطاع غزة وربما شرق مدينة غزة. إسرائيل تقول بأنها استهدفت الكيلومترات من هذه الأنفاق. أيضا في إسرائيل يقولون بأنه تم استهداف العديد من المراكز تحت الأرض، مراكز إطلاق الصواريخ، وقبل قليل أيضا تم الإعلان عن قصف عدد من مراكز المراقبة على طول الحدود مع قطاع غزة من الشمال وحتى وسط القطاع. رغم هذه الغارات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة استمر بالأمس، كان هنالك 190 صاروخا انطلقت من القطاع بالأساس باتجاه مدينتي عسقلان وأشدود، أيضا كل محيط قطاع غزة ومدن النقب. شكرا لك مراسلنا نضال كناعنة، كان معنا من سديروت بمحيط قطاع غزة، وأيضا الشكر موصول لمراسلنا فراس لطفي من باب العمود في القدس، ولمراسلنا محمد المشراوي كان معنا من غزة.